لو تلاحظون هني حاطين بعض الأشياء اللي راح تصير بعد 5 دقائق من أكلك. أول شيء بيصير بوزك راح يحرك، بعدها ما راح تقدر تتكلم، وبعدها عينك راح تدمع، وبعدها راح تبتدي تقول كلام مو أوكي ويمكن تسب، وآخر شيء رس إن بيس، راح تروح للمقبرة وراح يدفنونك وتموت. هذا اللي راح يصير الحين مع حاصل الأرواح. مقطع جديد، واليوم يا شباب راح يكون عندنا تجربة رهيبة وقوية جدا. اليوم راح نجرب أحر الشبسات في العالم. اليوم راح يكون عندنا حاصل الأرواح. هذا يا شباب اليوم ما راح يكون معاي الجن الملثم، اليوم بيكون معاي صاحب هذا الشيء، بيكون عندي حاصل الأرواح. هلا والله هلا. هلا بحاصل الأرواح منور. المهم اليوم يا شباب راح نجرب أحر الأشباس اللي ممكن تشوفونهم يا شباب في اليوتيوب. الفكرة من المقطع هذا راح نشوف هل هم فعليا حارين ولا لا. هذا الشيء اللي راح يصير. فعدنا هذا، وش عدنا بعد؟ وش عدنا يا حاصل الأرواح؟ وهذا الثاني يا شباب من نفس شركة حاصل الأرواح. هل اثنين بنجربهم مع بعض؟ وبعد ما خلصنا بعد عندنا اشياء اكثر بنجربها. عطني عطني هذا اللي بعده يا شباب، دوريتوز، لكن مو عالي يا شباب. شوف شوف نار نار نار، شوف النار اللي طالعه هني، نار يا شباب. هذا اليوم بنجربه بعد مع بعض، وهالاثنين كل واحد احر من الثاني. بنجربهم حبه حبه مثل ما قلت لكم، وراح نشوف مع بعض. بس قبل ما نبتدي يا شباب، لا تنسون كلكم تضغطون زر اللايك، خلونا نوصل 100,000 لايك انتو قدها. فيلا كلكم ضغطوا زر اللايك. اما بالنسبه اللي يسال وين الجني، الجني حاليا ماخذ يا شباب نقاهه، رايح الصين، جايب مرض كورونا وجاهن، فخلوا شوي يرتاح. الحين عندنا حاصل الارواح مع المنتجات اللي عنده، وطبعا اذا عجبكم اكتبوا لي تحت، راح انزل ان شاء الله حلقات اكثر مع الحبيب هذا. فيلا على طول يا حاصل الأرواح، عطنا أول شيء بنجربه اليوم. هذا أول واحد بنجربه اليوم، المفروض إنه أقل حرارة من بينهم كلهم، أقل حرارة من بينهم. خلنا نقول بسم الله ونفتحها ونشوف كيف وضعها. اتوقع ما ادري ينفتح بالايد ولا يحتاج جيب 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 ساتر. لا 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 لا. اوكي بطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا لازم انتوا تشوفونه. شوفوا 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 يا شباب، شوفوا كيف صاير. الحين
خلونا نطلع واحدة من داخل هلا باللون. شوفوا شلون مغطية بالفلفل. هذه الحين بتذوقها. فأنا ما أدري هل بتكون فعليا حارة مثل ما هم يبالغون ولا ما يبالغون برايك؟ يبالغون. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر، واو واو، يبالغون ها. هاي واحدة. يا ساتر، لا حد يقرب من هذا نهائيا. حرارة؟ خل أبتدي تقييم. الأول 3، هذا 10. فرق شاسع. لساني خلاص. لساني ما أحس فيه يا شباب. واضح إني بكمل علبة آيس كريم. يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إيش فيك؟ جبت ماي واجد لأنه الوضع صعب. بسم الله الرحمن الرحيم. شباب استعدوا للمنظر الأحمر. يا ساتر، هذه الشبسة اللي بعدها حمرة. أروح أكيد. واحدة من الثنتين، يا اني صرت ما احس بعد اللي قبل شوي، يا ان هذه حرارة عادية. اذا بعطيه تقييم بالمقارنة مع اللي قبل شوي، هذا ياخذ 4، احر من الاول، بس اللي قبل شوي فعليا حار صح. شايك روح اللي بعده. يلا جربنا الحين 3 من اللي احنا جايبينهم، الحين بنروح للي بعده. اللي بعده ما ادري بيكون احر ولا ابرد. ف يلا يا حاصد الارواح، يلا خلنا نشوف الشيء اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مثل ما قلت لكم قبل شوي، مثل شركة احر واحد من جربة اليوم. طبعا مثل الموضوع، شوفوا يا شباب حاطين لنا في الخلف انه اشد حرارة، يعني هذا يعتبر جدا حار. اوكي، كالعادة خلنا نفتحها نشوف وش فيه بالضبط، كيف صاير لونه. طبعا كل واحد شفناه احمر من الثاني. اوكي، هذا اللون شوي اخف، بس احنا ما علينا من اللون، علينا من الطعم. احمر واحد شفناه لتوني اكلته قبل شوي وما كانت حرارته هي اعلى حرارة. شوفوا يا شباب من داخل، هذا هو الشيبس اللي بعده. قلت لكم لا حد يجرب، لكن اللي يحب الحار عاد كيفك، تبي تروح تشتري واحد مثلهم، اسمائهم موجوده قدام، تحس لونه كانه بركان. الله يعين. تبي تذوق؟ لا 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 لا. اوكي، ما يبي تذوق كيفك، ما تبي تذوق كيفك، بس خلينا نتذوقها. المشكله حجمها كبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يستر من الطعم. لحد الحين اوكي، الحرارة قاعدة تجيش بشكل متأخر. حار اوكي، الحرارة قاعدة تجي بشكل متأخر. إذا بقيمن بينهم من ناحية الحرارة،
هذا اتوقع يوصل لسبعة. هذا احر، احر من اللي قبل شوي ما عدا الكريات، الكريات 10 اعطيته. حار، هذا حار. حتى هذا ما اتوقع من النوع ما تقدر تاكله تستمتع فيه. احس اني بريت اعرق وعيوني بدأت تدمع يا شباب. الحين بيكون عندنا احر واحد فيهم حاصد الارواح على اسمه. لو سمحت عطني حاصد الارواح. هذا حاصد الارواح، هذا اللي المفروض يكون هو احر واحد فيهم كامل. طبعا في الخلف موجود تحذير افتح حاصل الارواح، لو تلاحظون يا شباب على شكل تابوت. لو تلاحظون هني حاطين بعض الاشياء اللي راح تصير بعد 5 دقائق من اكلك. اول شيء بيصير بوزك راح يحرق، بعدها ما راح تقدر تتكلم، وبعدها عينك راح تدمع، وبعدها راح تبتدي تقول كلام مو اوكي ويمكن تسب، واخر شيء رس ام بيس، راح تروح للمقبره وراح يدفنونك وتموت. هذا اللي راح يصير الحين مع حاصل الارواح، مع الشبسه اللي موجوده قدامنا اللي عليها جمجمه. انا احس اني راح اعذب نفسي بهذه. خلنا نضوق، خلنا نقول بسم الله ونشوف. بس خلنا البدايه نفتحها نشوف شكلها كيف صاير. بسم الله الرحمن الرحيم. اوف 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 اوف. شديها شوف اللون، شنو هذا؟ شوفوا يا شباب شيء غريب عجيب. هذا من ياكلها؟ انت. بسم الله الرحمن الرحيم. انساني. إذا هذاك قلت عنه 10 الحرارة قاعدة تزيد. يا الله خلص الآيس كريم. إذا اللي قبل شوي قلت عنه 10 هذا 20 30. هذا أحر شيء، أحر شيء ذوقته بحياتي. ايس كريم كامل كملته. كل ما تسكت شوي تزيد الحراره. بعد التجربه ما انصح اي كائن بشري يقرب من هذا الشيء نهائيا. اللي حسيته كاني اكلت فحم، حطيت فحم في بوزي وفي نفس الوقت حار، وجهي الحين جالس يحرقني نهائيا نهائيا. لا احد يقرب منه ابدا 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 ابدا، لان هذا مو اكل، هذا عباره عن عقاب. وفعليا اللي شفتونه في اليوتيوب شيء حقيقي، واي واحد اكله وشفتونه مثلا تحسون انه يبالغ او شيء، لا ابدا ما يبالغ. حار 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 حار. واذا مثلا تشاك فعليا ولا اني ما انصحك تجربه، اخذه وجرب. ما انصحك تجرب بس اخذه وجرب وشوف اللي راح يصير فيك. ابدا ما انصح فيه. اذا تبون نجرب بعد اشياء حاره ناس جربوها في اليوتيوب كتبوا تحت، راح نجرب هذا الشيء بس بشرط نوصل 100,000 لايك. لا تنسوا تتابعون انستغرام حقي موجود تحت. نشوفكم على خير في مقاطع اخرى، ومع السلامه.